أهم معلمة أثرية في المملكة المغربية، صومعة الكتبية وجامع صومعة الكتبية. الجامع ده اتبنى مرتين، المرة الأولى كان بنى الجامع يوسف بن تاشفين، وبعدين كان اسمه الحجر. بعدين لما جت دولة الموحدين بقيادة عبد المؤمن الكومي، دولة الموحدين طمست جميع الآثار المتعلقة بالدولة المرابطية، فأعاد عبد المؤمن الكومي بناء المسجد ده سنة 1147، وشرع في بناء الصومعة اللي هي صومعة الكتبية أهم معلم أثري في المملكة المغربية. عمل ابتدى يبني الصومعة، وتوفى ثم ابنه المنصور أكمل بناء الصومعة. شوفوا علو الصومعة، شوفوا المنظر الرائع الجميل جدا في المملكة المغربية. يعني على فكرة دولة الموحدين يا جماعة كانت هي أكبر دولة، كانت إمبراطورية، يعني كانت أكبر إمبراطورية بعد الإمبراطورية الرومانية، كانت بتحكم شمال أفريقيا كامل، وكانت بتحكم أيضا الأندلس، كانت دولة مترامية الأطراف. ودي من المعالم الأثرية بتاعتهم. شوف المنظر من هنا، وهنا هنمشي نشوف هنشوف الأعمدة اللي هنا، هنشوف ودي الأعمدة طبعا، دي طبعا هي بقايا المسجد اللي كان المفروض هيبني يوسف بن تاشفين ولم يكتمل. احنا قلنا جامع مسجد الكتبية اتبنى مرتين، بناه عبد المؤمن الكومي، كان شرع في بناء يوسف بن تاشفين، وبعدين انتهت دولة المرابطين وجت دولة الموحدين، طمست جميع الآثار بتاع دولة المرابطين، وعمل لعبد المؤمن الكومي هذا المسجد الكتبية، يسمى مسجد الكتبية. وليه يسمى الكتبية؟ لأن قال لك هنا كانوا في ناس بيبيعوا كتب في هذه المنطقة، لذلك سمي بمسجد الكتبية. وهذه على فكرة جابوا الأحجار بتاعته من جبل جليز، يعني ما تلاقيش فيه لا سيما ولا اسمنت ولا حاجة كده، مثلا زي الأهرامات، حاجة عظمة، حاجة فريدة من نوعها، وداخل طبعا تبع تراث اليونسكو، حاجة خالدة، حاجة تدلك على عظمة المغاربة وعلى قوة المغاربة في فترة من الفترات في دولة الموحدين. كما قلت لكم سابقا أني دائما القوة والنصر يأتينا من المغرب، ودائما العلم برضو يأتينا من المغرب. دولة الموحدين انتصرت في موقعة عظيمة جدا على أسبانيا اسمها موقعة الأرك، عبروا زي ما عبر يوسف بن تاشفين في دولة المرابطين، عبروا برضو الموحدين في دولة المرابطين وحكموا الأندلس. فكانت هي دولة الموحدين هي نقطة الضوء، الدولة الوحيدة التي وحدت شمال إفريقيا كامل، يعني من برقة، تونس، الجزائر، المغرب، إضافة إلى الأندلس. ده يا جماعة يدلك من هو المغربي، من هم المغاربة. إذا أردت أن تعرف حقيقة وحقيقة المغاربة، تعال إلى هنا وانظر إلى هذا البناء الشاهق، سوف تعرف قيمة وعظمة المغاربة الحقيقيين. هم قوم لا يغلبون، وإن هزموا لا يستسلمون أبدا. وشكرا. غادي يجي الهضره ديالك الاخرى هي اللي كنتي غتسمع.